لابد أن نتجه إلى العامل المؤسسي. اليوم نحن معركتنا يا أخوة وأخوات ليست مع أفراد، ليست هؤلاء الصعاليك الذين يخرجون على اليوتيوب من الملاحدة، هؤلاء هم إفراز ماكينة ماشين تخرج. لو لم يخرج هذا الشاب المنحرف سيخرج غيره، لأن هناك منظومة، منظومة التعليم والإعلام والترفيه هي أصبحت تخرج لنا عاهات فكرية. هذا المنطق والمرصود لهم ملايين وبلايين الدولارات في الحقيقة، لأن هؤلاء إنتاج منظومة غربية كاملة في التعليم. مواجهتهم لا تتم فرديا، لابد أن تتم بالأساس في الأطر المؤسسية، مؤسسات دعوية. نحن مشكلتنا عندنا مشكلة إيه؟ المؤسس الشيخ. ما معنى مؤسس الشيخ؟ يعني الشيخ أحمد الديدات رحمة الله عليه عاش، قدم واجب شرعي كبير، توفي، انتهى مشروعه، الآن أصبح مشروعه تقريبا اسم غيره هو الشيخ. لا، نحن نريد مؤسسة بمعنى الحقيقي، مؤسسة لها تفرع، لها تخصصات، هي نفسها تنتج، إذا كان النموذج الشيخ عنده جيد تنتج نسخ أخرى منه، مش نموذج الشيخ الذي هو ينتهي المشروع بانتهائه. لابد إذن أن تكون المواجهة مواجهة مؤسسية. لابد من تفريغ الباحثين. اليوم أنت حتى تتحدث في ما بعد الحداثة محتاج واحد يعيشها في الدارونية، تحتاج يعيشها في النصرانية. الأمور تفرعت، وأنا حتى عندما حضرت في قسم مقاولة الأديان في كلية الشريعة في قطر قلت لهم يا شباب، طلبت التخصص يعني طلبت الماجستير، قلت لهم يا انتبهوا، لا يوجد شيء اسمه تخصص نصرانية يهودية، هذا أسطورة. إما أن تنحاز النصرانية في التخصص أو اليهودية، حتى داخل النصرانية ما فيش تخصص نصرانية في الحقيقة، يعني ما فيش فلان متخصص في النصرانية. داخل النصرانية عندك إما لاهوت، إما نقد نصي، إما نقد أعلى، إما أركيولوجيا، تخصصات. العالم تخصص بعد أن تفرعت العلوم وانفجرت المعارف. في هذا العالم لابد أن يوجد عند الناس متفرغة للبحث. في الغرب المعرفة تخرج أساسا من أقسام التخصصية. في عالمنا الأقسام التخصصية يغلب عليها أنها خارج هذه الصراعات الفكرية. بمعنى الذين كتبوا في العلمانية والليبرالية والحداثة في منذ الخمسينات إلى تقريبا سنة 2000 عامة فقهاء. يعني ما هي الأسماء الكبرى المعروفة في هذا الباب؟ الشيخ الغزالي، الشيخ القرضاوي، هذه الأسماء المعروفة اللي كتبت في هذا الباب سواء وافقتها أم خالفتها بعيد عن ذلك. هي هؤلاء فقهاء درسوا على النمط التقليدي في المعارف الشرعية، في حين اليوم أن الدراسات في هذه الحداثة دراسة فلسفية، تحتاج متخصص فلسفة، تحتاج متخصص علم اجتماع. هذه مسائل ما عاد يكتب فيها إنسان غير متخصص. الأمور تعقدت جدا، انفجار معرفي واسع جدا.